وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أرحب بك، ويعني صف لنا الأجواء اليوم وأهم الأنشطة والفعاليات المتواجدة على مدار هذا اليوم. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال، من مدينة العالمين الجديدة، لازلنا نتابع معكم الفعاليات المستمرة التي لا تتوقف ضمن النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. وربما اليوم هناك العديد من الفعاليات المختلفة، ونتواجد في إحدى أهم الفعاليات الآن في منطقة اليو أرينا، وهو سباق السيارات الخاص بموتور ويك. هذه الفعالية التي انطلقت في 16 من أغسطس الجاري واستمرت حتى اليوم بعد خوض عدد من السباقات المختلفة خلال الأيام السابقة. وصل موتور ويك لنقطة النهاية والسباقات النهائية التي ستنطلق بعد قليل بمشاركة عدد كبير من المشاركين في هذه البطولة من مصر ومن أيضا الدول العربية المختلفة. وربما منطقة اليو أرينا التي تستضيف عدد كبير من الحفلات تم تجهيزها أيضا اليوم لاستقبال السباقات المختلفة للموتور ويك، بالإضافة إلى أيضا الفعاليات المستمرة على الجانب الآخر في المنطقة الترفيهية. نتحدث عن وجود بطولة كرة السلة للرجال الخاصة بمناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والتابعين للاتحاد المصري لكرة اليد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم كل التسهيلات وكل الإمكانيات المختلفة لمشاركة الفئات المختلفة سواء هنا في سباق السيارات أو حتى في الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى ملعب كرة القدم الخماسي الذي يستقبل دوري حريفة المدارس اليوم بمشاركة عدد من طلاب المدارس، بالإضافة إلى انطلاق بطولة الجودو العربية. ونتحدث أيضا على أن منطقة اليو أرينا بالأمس استقبلت حفل فني كبير لفرقة كايروكي بالإضافة إلى توليد، وكان هناك يعني إقبال شديد جدا على منطقة اليو أرينا من المحبين والعاشقين لفرقة كايروكي وتوليد، وعبر الحضور بالأمس عن التنظيم وعن أيضا الانبهار بالتطور العمراني والسياحي موجود في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى أن الفنان أمير عيد تحدث أيضا عن أن هذه الحفلة هي من أقوى الحفلات التي تقام لفرقة كايروكي في مدينة العالمين الجديدة، وكانت هناك مشاركة عربية واسعة من مختلف الجنسيات العربية بالأمس في هذا الحفل، وعبروا عن مدى سعادتهم بوجودهم في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة أيضا إلى استمرار المسرحيات اليوم. ستستمر مسرحية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقي، وأيضا مسرحية دكان الأحلام في المسرح الروماني في المدينة التراثية. فعاليات لا تتوقف وتستمر على مدار هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة، لكن به عدد كبير من الفعاليات المتنوعة التي تستقطب أكبر عدد من الزائرين. نتحدث عن أن في هذه الأيام مدينة العالمين الجديدة ومنذ بداية مهرجان العالمين تستقبل العديد من الزائرين، ربما من مختلف المحافظات هنا في مصر ومن مختلف أيضا الجنسيات سواء كانت عربية أو أجنبية. وكنا نتحدث عن وجود أكثر من 100 جنسية مختلفة موجودة في مدينة العالمين الجديدة، وأن الفنادق في مدينة العالمين أعلنت أن نسبة التشغيل بها فقط 100%. فنتحدث عن مدى أهمية هذه المدينة، وأيضا مهرجان العالمين الجديدة خلق حالة من الترويج لهذه المدينة الهامة كوجهة سياحية مهمة ووجهة رياضية أيضا في استضافة العديد من البطولات الرياضية. هذا السباق الذي نتواجد به الآن سينطلق بعد قليل، وهناك حالة من الحماس وحالة أيضا من المتابعة لدى الجماهير التي تعشق سباق السيارات المتواجدة هنا في منطقة اليو أرينا. وفي الحقيقة تم تجهيز هذه المنطقة وتقديم كل التسهيلات المختلفة لحضور الجمهور وحضور المتسابقين، وتسهيلات مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامة هذه الفعاليات على أعلى مستوى. وستستمر هذه الفعاليات على مدار هذا الأسبوع فيما يتعلق أيضا بالحفلات الفنية أو الفقرات الفنية فيما يتعلق بالفنون التراثية أو الفنون الشعبية وفرق التنورة التابعة لوزارة الثقافة التي ستكون متواجدة في المنطقة الترفيهية، بالإضافة أيضا إلى بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال. لازالت متواجدة هذه الأنشطة ليستمتع أكبر عدد من الأطفال بصحبة أسرهم والعائلات الموجودة في المنطقة الترفيهية. فنحن نتحدث عن فعاليات كبيرة ومتنوعة تليق برواد وزوار مهرجان العالمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات القادمة الخاصة بمهرجان العالمين النسخة الأكبر والأقوى، وهي النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة. الآن عودة عليكم مرة أخرى. نعم، أشكرك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة.